بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام ورسول السلام المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في رسائل يبعث بها إلى ملوك وأباطرة العالم، يدعوهم فيها إلى الإسلام. وها هو قيصر روما قد تهيأ نفسيا لاستقبال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع اختيار رسول الله على دحية ابن خليفة الكلبي ليكون رسول الله إلى قيصر روما داعياً للإسلام، فيطلبه ويعطي له الرسالة. ماذا بك يا دحية؟ ولما هذه العجلة؟ رسول الله يا امرأة اختارني لأكون سفيراً له لدى الروم، وبعثني إليهم برسالة. الله أكبر، بوركت يا زوجي، أعادك الله إلينا سالماً وجعلك سبباً في نشر الدعوة. هيا يا زوجتي، هيا أسرعي وساعديني لنلبي طلب رسول الله. فداك روحي يا رسول الله. يخرج دحية تلبية لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشق طريقه إلى روما في سعادة بالغة. وكان دحية يتكلم لغة أهل الروم بطلاقة، وهو أحق رجل بحمل الرسالة. رجل يزعم أنه رسول رسول الله. رسول الله. فلتسمحوا له بالدخول. السلام على من اتبع الهدى، تحيتنا هي السلام. من أنت؟ رسول من عند رسول الله إليكم، أحمل معي رسالة. اقرأ ما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، من رسول الله إلى قيصر صاحب روما. اصمت يا رجل ولا تكمل رسالتك. سيدي القيصر العظيم لقد قدم اسمه على اسمك، ثم إنه قال صاحب الروم ولم يقل ملك الروم. أكمل ما جئت به يا رجل. وأكمل دحية رسالة الدعوة على قيصر الروم، الذي بمجرد أن انتهى دحية أشار بخروج الجميع وبقي دحية معه. والله إني لا أعلم أن صاحبك نبي مرسل من عند الله، وأنه الذي كنا ننتظره، لكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. وقف رسول الله خطيباً في المسلمين يقول: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا. يا رسول الله،
والله إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا، فمرنا وابعثنا. واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم شجاع بن وهب ليرسل معه رسالة الدعوة إلى كسرى ملك الفرس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار سفراءه بعناية فائقة، وهذا درس جديد يعلمنا إياه رسول الله في كيفية اختيار من يمثلنا بما يتناسب مع إمكانياته ومهاراته. السلام عليكم. من أنت وماذا تريد؟ أنا رسول رسول الله، معي رسالة إلى الملك. أعطني إياها. لا والله، سأسلمها أنا إليه كما أمرني رسول الله. إذا انتظر حتى نبلغه بما تريد. مولاي كسرى العظيم، شخص معه رسالة يقول إنها من عند رسول الله. أدخل لنعرف ما يريد. السلام على من اتبع الهدى. من أنت وماذا تريد؟ رسول من عند رسول الله. رسول الله، وماذا تريد يا رجل؟ معي رسالة إليكم يدعوكم فيها رسول الله للدخول في الإسلام. خذ اقرأ ما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس. عبد من عبادي يتجرأ علي ويكتب اسمه قبل اسمي؟ اخرج قبل أن أمزقك إربا. اخرج. يا رسول الله، يا رسول الله، حمدا لله على السلامة. حمدا يا لله شجاع. على السلامة. حمدا لله. رحب به رسول الله وطلب منه أن يخبره عما بدر من كسرى حينما وصلته الدعوة. غضب كسرى غضبا شديدا ومزق الرسالة قبل أن يقرأها. حزن رسول الله مما سمع من شجاع، ودعا على كسرى أن يمزق الله ملكه. استشاط كسرى غضبا ولم يكتف بتمزيق الرسالة، وإنما بعث إلى بازام نائبه في اليمن يأمره بأن يأتي له برسول الله من أرض الحجاز. أيها الحارس. أمر مولاي. أدخل علي كهرمان. تحت الأمر والطلب يا مولاي. هذه رسالة كسرى إلينا، يطلب أن نأتي إليه بمحمد من أرض الحجاز. خذ معك أحد الفرسان وأتوني به حتى نرسله إلى كسرى. أمر مولاي. ظن كسرى أن الأمر بهذه السهولة، ونسي أن الله مع نبيه، وأن دعوة رسول الله لا بد لها أن تتحقق.
أنت محمد النبي المزعوم؟ تأدب يا رجل، فأنت في حضرة رسول الله. شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك بازام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك، فانطلق معي، فإن فعلت توسط لك الملك بازام ليعفو عنك، وإن أبيت فسيهلكك ويهلك أهلك ويخرب بلادك. ماذا تقول يا رجل؟ أجننت؟ أهلكك الله أنت وكسرى وأعوانكم. هدأ رسول الله الرجال المسلمين وأخبر الرجلين بأن يعودا إليه في الغد. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، فعلم أن ملك كسرى يزول استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم، حيث قام شيراويه ابن كسرى بقتل أبيه واستولى على عرشه. فدعا رسول الله الرجلين وأخبرهما وطلب منهما أن يخبرا بازام بالأمر، وأن يقول له إن دينه سيبلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر. والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقولون، وإن حدث ما قد قال فإنه حقا نبي مرسل. رسول من عندي شيرويه ابن كسرى الملك. شيرويه؟ يبدو أن ما قاله حق، إنه حقا نبي. فليدخل فورا. أما بعد، فإني قد قتلت كسرى، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.